تخيل فقط، وفي ثوان يصبح خيالك مقطع فيديو. المبدأ ليس جديدا، سمعنا كثيرا عن منصة سورا وعن منصة صينية ومنصات صينية وأخرى أمريكية، لكن اليوم الحديث حديث العالم بأسره مع منصة لوما وبرنامجها الغريب العجيب دريم ماشين. المنصة مفتوحة الآن أمام الجميع، ولكن مع حد أقصى للفيديوهات، هو 5 فيديوهات يوميا، وحد أقصى للوقت هو 5 ثواني. في الاستوديو صانع المحتوى المهتم بالتقنية والألعاب الإلكترونية النشيط جدا أحمد النشيط. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. صباح النور. لماذا البرازيل؟ علشان كوبا أمريكا يعني، فحس اليوم سهران وقاعد طالع المباريات فجيتكم. ترى أنا أرجنتينية وأنا برازيلي من أيام هدف مارادونا العالمي اللي باليد. بيد أيه؟ شوفي أنا برازيلي بس أحب ميسي، فإذا فازوا فيه لازم تحب ميسي. إذا فازوا فيه يعني في قطر شجعنا الأرجنتين. بس هذا اللي حكاية القميص ولا عادي؟ هاي كلاسيك. هاي كيف كلاسيك يعني؟ هاي الأصلي الأصلي حق رونالدو. رونالدو شخصية؟ رونالدو من جد؟ كيف؟ عندي رونالدو، عندي بيليه، أنا جمعت هو الشطر. كان لابسه بنفسه؟ يس. لا والله عندي إياهم مجمعهم. كيف كذا؟ والله إيه. كم أخذته؟ هاي مو موضوعنا اليوم. موضوع كيف؟ صراحة صح هو مو موضوعنا بس اتحمس اتكلم عليه. راح أصور لك صور إذا رجعت البيت، راح أراويك عندي تيشيرت ميسي واللي فاز في كأس العالم، عندي تيشيرت لا تقول بيلي. مارادونا عندي بيلي، ما عندي مارادونا. خلاص لما تجيب مارادونا نتكلم من عيوني. خلاص عموما أنا أبغى أسألك عن الماشين، دريم ماشين. دريم ماشين من لوما. هذه الفيديوهات اللي شفناها الآن كلها مصنوعة من اللوما AI. يس. هذه قد إيش راح تغير في لعبة صناعة الإعلانات والسينما والأفلام والدراما والحياة؟ كثير. والشيء الحلو إن هي مفتوحة. إحنا سمعنا عن سورة، سمعنا عن مجانية لمدة أعتقد أنك تقدرين تصنعين 30 فيديو في خلال شهر واحد، يعني كل يوم تصنعين 5 فيديوهات تقريبا، ومسموح لك تصنعين 5 ثواني. حلو. أوكي، لكن إذا اشتريتي الاشتراك وأخذتي هيكون في مميزات أكثر وفي وقت أكثر، وراح تقدرين تفتحين لك خاصية أن تخلين إلى 120 فريم، يعني 120 ثانية. فتخيلي تقدرين تسوين مقطع على إنستغرام، مقطع على تيك توك، مقطع على الشورت حق المنصات، كله مصنوع بلوما AI. ولوما AI مجانا ومتوفرة الحين، وهاي الشيء اللي صراحة أنا مستغرب منه. أعلنوا عنها في يوم وليلة وكل العالم استخدموه، والشيء الحلو إن قاموا يستخدمونها بطريقة إن يعملون الميمز اللي المشهورة، الصور المشهورة. أيوة. قاعدين يعملونها فيديوهات الحين. طب هل نقدر نستخدم صورنا شخصيات معروفة؟ قديش هذا رح يغير في صناعة الإعلان وصناعة الترويج والتسويق لأي شيء؟ بأنك اليوم ممكن تروج عن شيء معين أو منتجك أو شيء، إنك تدخل تصنع الفيديو بنفسك بدل ما تجيب موديل ومصور وإديتر وما في فلوس، يعني الميزانية بتكون لا شيء تقريبا. أعتقد الـ AI راح يتطور بطريقة مخيفة في والحين في الوقت الحالي هاي أسوأ وقت حق الـ AI، لأن راح نحصل الـ AI يتطور معنا شوي 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 شوي، وراح نشوفه يعني عقب سنة بنرجع لليوم ونقول شنو اليوم AI، شنو الشيء اللي قاعدين نشوفه الحين، لأن التكنولوجيا قاعدة تتطور بشكل مخيف وشكل سريع. لكن انت تكلمتي عن الممثلين، تكلمتي عن احنا بنتكلم عن لها شق سلبي ولا وايجابي ايضا. بالضبط، الايجابي فيها ان افلام مثل خلينا نقول ستار وورز، عندنا ممثل كان موجود لا سمح الله صار له شيء ما يقدر انه يصور، راح يقدرون يستخدمون الحين هاي التكنولوجيا ويحطون هناك وراح توفر عليهم. يعني في افلام ممكن احنا شفنا
حصل حاجة زي كده برضو عملوها في بعض الأفلام. عملوها في أفلام من ديزني، عملوها صحيح. في أفلام حق وارنر وغيرها. أيوه. من الشركات إن استخدموا التكنولوجيا، استخدموا الـ AI علشان هاي. بس الـ AI الحين الشيء الحلو فيه إنه راح يغير من نظرة العالم للفيجوال إفكتس. وكل تعملين فيلم، خصوصاً الأشخاص اللي بادئين في مجال صناعة الأفلام وودهم يدخلون في هاي المجال، بالضبط تحسون إن الموضوع صعب، لكن الحين بس تكتب تكست وتكتب الأشياء. الحين راح يصير الشخص اللي يعرف يكتب البرومت صح. أيوة. هو الشخص. إذن هنا التفاصيل اللي أنا أكتبها وأدخلها لهذا البرنامج، هنا الإبداع. بالضبط. هنا اللي راح يعني تخلق الفارق وتوري إبداع للناس. أنا مبسوطة لصناع الأفلام الشباب إنهم كيف راح يكون مرة سهل عليهم. دائما نشتكي إنه ما حد يعني يثق فينا، وميزانية وأبغى وعنده طموحات وخيالات في الأكشن وكذا. قد إيش ده حيفتح لهم الأبواب؟ ممكن إنك تعمل كونسبت كامل. أول كان عندنا سكتش بوك وتقعد ترسم وتسوي أشياء. الحين تقدر تتخيل المشهد قبل ما تصوره في الحقيقة. طب إحنا جربنا هذا الموضوع. يعني. جربت. فريق صباح العربية جرب البرنامج وطلب منه إنه يورينا. حافظ على حافظ على ايه؟ لا الوجه حافظ عليه انه هو يتحرك حتى لو شكلك مش كده، بس هو التخيل حقه قاعد يتخيلك بنفس الصوره مع تغير الفريم. اول كانت عندنا مشكله بعمليات تجميل وكذا يعني. هاي الاي اي انا مالي خص على طيب اذا هنا اعتقد اني انا بألقي خطاب ما. يس. ف انت اعتقد قاعد تقدمين جوائز الحين. نعم انه طيب خلينا إنه هذه صورة لي وأنا أتحدث مع طفل. في الـ AI لأنه راح يتطور معنا بشكل كبير، راح نشوفها. هاي بس بدايته، هاي هي البداية. بداية يعني يبغى لها كثير من الشغل. انت تخيلتي اصلا انه هذه صوره لي؟ انا اعرف الصوره دي، بس المخيف في الموضوع انه بالفعل كيف خلق من هذه الصوره اني جعل جنبي طفله وانا تحركت تماما وبدات اتحدث مع هذه الطفله ايضا. وتخيلي لو اكيد فريق العمل اشتغلوا اكثر وكتبوا برومبت ثانيين وعرفوا البرنامج شلون تطبيقه، اكيد راح يعطونا صوره افضل وطريقه افضل حق هاي الشيء. وهي النسخه المجانيه. هذه بالضبط. ما بالك بعد كده الخيارات الاحترافيه اللي ممكن يعطيها لنا. طيب كمان هناك فيديو اخر جربناه مع الفنان العزيز جدا محي اسماعيل، وهو في ملعب الكره. طلبنا من الدريم ماشين ان يضع محي اسماعيل في ملعب للكره. يعني هذه الصورة عمرها ما عملها. يعني هذا المشهد محي اسماعيل عمره ما نزل الملعب وعمله. هذه الصورة هذا تخيل كامل. هو اسمه ماكينة الأحلام، فماكينة الأحلام تصنع لك أحلامك. الأشياء اللي أنت تتخيلينها، الأشياء اللي في مخك ممكن تطلع وتصير حقيقية. تشوفين شلون يبدو حقيقي جدا هذا أكثر. والشيء الحلو إنه وجهها حافظ عليه. المشكلة اللي كانت عندنا مع سورة وبرامج ثانية وتطبيقات ثانية وAI ثانيين إن الوجه ما يكون ثابت. فحين تشوف في ثبات في الصورة، في ثبات في الشخصيات، فممكن تصنعين شيء كامل باستخدام نفس الشخصية. أنا زعلانة ما قدرت تسوي مشهد الفنان القدير محي إسماعيل مع الفنانة القديرة ريم بوساطي في مشهد جميل كذا. فريق العمل وينكم؟ ممكن تحققون أحلام. الآن بدأت تجيني أحلام كثير، وبالفعل يعني ممكن أي واحد اليوم يستغل الـ AI في صناعة الأفلام، السينما، الإعلانات، التسويق والكثير غيره. يعني أصحاب الخيال الخصب راح يبدعوا في هذا البرنامج. وراح نتأكد أن نشوف الأوسكارز وغيرهم راح يدعمون هاي التقنية. لأن ليش؟ هاي التقنية راح تساعد من تسريع عملية صناعة الأفلام وتسهيلها. لأن أول عندك السكتشينج والستوري بورد وكل هاي الأشياء تأخذ وقت كبير. الحين ممكن بس تكتبين برومت واحد للسكريبت تحطيه ويتخيل لك السكريبت بس.
مع المخرج يكتب لك إن كيف ودي الكاميرا، كيف ودي تكون الحركة، وراح يصير هاي الشيء. فراح نشوف شلون تطور السينما راح يصير مع الاي اي، وتطور الانيميشن اكيد مع الاي اي. ونتمنى انه يقف على هذا الجانب الايجابي وليس السلبي. يعني انت خايفه من الاي اي؟ انا طبعا انظر، يعني يقول لي كلام انا ما قلت، اقول كلام انا ما قلته، واكون بتصرفات لم اقم بها وكذا. في برامج ثانيه تستنسخ صوتك والحين استنسخ صورتك. سوينا استنساخ الصوت والصورة الآن، فيجب أن ندمجهم ويصير عندنا يعني حوار ملفق. وقت اللي تكونين تاخدين إجازة من صلاح العربية ومسافرة وكل شيء أنا حاضرة على الهواء. قولي للشباب هني يجهزون حلقة كاملة بالاي اي. يعني كل يوم في تطور جديد وسريع أيضا للاي اي. شكرا لك المهتم بالتقنية أحمد النشيط. شكرا.